بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتنا. النهاردة هي أول حصة لينا في الترم الثاني. هناخد Unity 3 الوحدة الثالثة، هناخد Le Club de Loquet، نادي المهتمين بالمظهر أو المهندمين، وحنتعرف عليهم وحنتعرف على بعض أسماء اللبس والإكسسوار، وحنعرف إزاي نسأل ونعطي الرأي وحاجات تانية. تعالوا نقروا كلمات الوحدة كده بسرعة ونشوفوها. Pleasant, concert, défilé, désordre, désordre, jeune, look, magasin, magazine, marque, order, t-shirt, vêtement, boutique, mode, robe, science, session photo, taille. Acheter, arriver, attendre. Entrer, essayer, mettre. Négocier, oublier, ranger. Sortir, trouver, voir. Plus tard, serrer. Adorable. Adorable. Alors, attends, ça me va bien, ça me va bien. Corps, d'abord, d'accord, excusez-moi, faire les boutiques, s'il vous plaît, quoi, au rupel, je ne sais pas, joli, moche. Quelque, seul, trou. في صفحة 44 مكتوب جي مابيل سارة. أنا اسمي سارة، جي سيزون، عندي 16 سنة، جيم بحب وبكره، جي نمبا. العلامات معكوسة، هي بتحب لا مود إلي مارك والماركات، لا سيونس إي لي دوفوار، هي بتكرههم. فالعلامات هنا معكوسة. في ثلاث صور قدامكم، صورة الديفيلي عرض أزياء، صورة السيسيون دو فوتو يعني جلسة تصوير، وصورة لغلاف مجلة أو ما شابه ذلك، لوك دو جوغ اللي هو اللوك بتاع النهاردة أو الإطلالة بتاعت النهاردة. سارة نيمبا، سارة لا تحب، طبعا سيونس و دوفوار يبقى هناخد دوفوار. سارة بورتين بلوزة، بترتدي بلوزة فيرت طبعا خضراء. Le look du jour, c'est le nom d'un magasin. Migella, طبعاً. Sur la photo 1, على الصورة رقم 1, on trouve نجد un garçon et une fille, يعني ولد وبنت. هنا في باج 45, le look de Sarah, يعني هيئة سارة أو شكل سارة أو الإطلالة بتاعت سارة. طبعا سارة شيرش دو فيتمون، تبحث عن لبس. دو ان مانيير دورال، بطريقة غريبة عمالة تطلع هدوم كتير من الأرموار من الدولاب عندها. سامير والدتها، اي سون فرير واخوها، طبعا مندهشين جدا. مكتوب ساسي موش، ده طبعا سيء. سا سي ترو جران، ده كبير جدا. الاخ طبعا قال لها جمله، الي تاتوا ده بتاعك، سي بلوزون الجاكيت ده. داكور، تعالوا نقروا المحادثه او من خلال الصوره دي نعرف. اوني كوت لو ديالوج، بنسمع هذا الحوار. دون لا شامب، في غرفه ساره. ساره مي انجان، يعني ساره بترتدي بنطلون جانجري طبعا غامق شويه رمادي. لا شامبر دي ساره، غرفه ساره، زي ما احنا شايفين طبعا غرفه ساره ان ديزوردر، يعني في حاله فوضى. ساره شيرشه، ساره بتبحث عن فيتمون، ملابس، لانها عماله تطلع في ملابس قدامنا، فهي بتبحث عن لبس. عندنا البريمير بارتي، الجزء الأول من الوثيقة، طبعا بيقول فيه ثلاث أشخاص قدامنا. ساغا دي البنت،
دي ساره، ده اوليفيير، دي لامير الام. داكو تعالوا، ساره بتقول سا سي موش، ده سيء، سا ترو جران، ده سا سي ترو جران، يعني ده كبير جدا. دي في الغرفه بتاعتها بقى وهي عماله تقيس كل ملابسها او تجربهم. اوليفيير قال لها كاسكو تو في تي رونج، بيتريق بقى، انت بتعملي ايه، انت بترتبي؟ فقالت له ها ها ها، يعني ها ها ها، بتضحك يعني. Je ne sais pas quoi mettre pour le concert de samedi. يعني أنا لا أعرف ماذا أرتدي لإيه؟ ها؟ العظيم quoi mettre؟ ها؟ ما لأرتدي لحفلة يوم السبت. أوليفيير قال أون بون حسنا، تيان، إلي تاتوا سي بلوزون، خدي اتفضلي، الجاكيت بتاع هو لابسه بيقول ده بتاعك. إلي سوبر، إنه رائع. جلام، شايفين ألا بصرف دي، ده ضمير مفعول بقى، أنا بحبه كتير. موا جو بو، أنا ممكن. فقالت له نو تي نو بو با، أنت مش هتقدر أو مش هتستطيع. لا مير، قالت لها سارة سي كوا سو ديزوردر، إيه الفوضى دي؟ سي كوا سو ديزوردر، إيه الفوضى دي؟ قالت لها ماما ريغارد سو جون، بص البنطلون ده، إن مي فا با، هو لا يناسبني. سي تيشيرت إلي أوريبيل، أوريبيل يعني مرعب، ده مشع بالنسبة لها. الأم قالت لها إي سا تروب، والفستان ده، قالت لها مي نو، إلي ترو بيتيت، هو صغير جدا. أون فا فيغ لي بوتيك، إحنا هنتسوق. خلي بالك أون فا فيغ يعني ممكن نتسوق. هل من الممكن؟ ده بيعتبر نوع من انواع الاقتراح، اما بحط ضمير اون في اول الجمله، ها، ويبقى في علامه استفهام في الاخر، فده بيبقى يعني ممكن نتساوى يا ماما. فماما سيل تو بلاي، عماله تتحايل عليها، يا ماما من فضلك. الام قالت لها داكور ما نشتا، ولكن هنشتري ان سول بات مولو، قطعه واحده بس، يعني مش هشتري لك ازيد من كده. طيب اوليفيير ادمير دو ساغا، طبعا لو بلوزون دو ساغا، هو معجب بالجاكيت بتاع ساغا. ساميدي ساغا فاليغا، يعني يوم السبت ساغا هتذهب لايه؟ لكونسير، طبعا حفله موسيقي، فهنقوله كونسير. ساغا فاشيتا، ساغا هتشتري ان سول فيتمون، يعني قطعه لبس واحده. لا مير بروبوزا ساغا دو متر روب، يعني الأم بتقترح على سارة إنها ترتدي فستان، وطبعا هي ردت عليها قالت لها طبعا إيه الفستان ده قصير جدا أو صغير جدا. زي ما بنوضح إن الدوكومون بتاعت القطعة اللي بتاعت الدرس نفسه هي أهم حاجة اللي أنا بستلخص منها كل العناصر اللي أنا هشتغل عليها في الوحدة بتاعتي. فهنا مكتوب الدوزيام بارتي بلو تار دوناري، يعني فيما بعد بقى، عدت بقى شويه وهم في الشارع دلوقتي. لا مير الام بتقول لها الزون دي جولي تيشيرت دون سات بوتيك، هم بيرتدوا تيشيرتات، طبعا دي بعدها صفه جمع، المفروض هتبقى دو. داكور، تستخدم في اللغه شفهيا، انا ممكن احط دو او دي، ما عنديش مشكله في الموضوع ده، ولكن بالنسبه لنا كرجل قاعده انا دايما استخدم دو لو جه بعدها صفه جمع مش دي. تيشيرت دون سات بوتيك، هم عندهم تيشيرتات في البوتيك. تي فو انترير، تي فو انترير، هل تريد الدخول؟ قالت لا اوه وي ريغارد لو فير، بصي للون الاخضر ده، لا هناك جدوغ، انا بعشقه. فطبعا كلك مينوت بلو تارد، عدت بعض الدقائق، دون لا بوتيك، في البوتيك، وساره قالت الور كومون تي لو تروفا، يعني هي دخلت بقى قاست الحاجه وطلعت، فبتقول لها كيف تجديه. خلي بالك كومون مع فيرب تروفي دايما تستخدم للسؤال عن الراي، تستخدم السؤال عن الراي. اللو طبعا عايدة على كلمة تيشيرت، التيشيرت اللي هي ايه اختارته. ادوغابل نو، رائع ولا لا؟ سامي فا تري بيان، هل هو بيناسبني جدا، يعني هو حلو عليا جامد. كوا كوا دي طبعا فيها نوع من انواع ها الفاشي، الغضب، يعني عدم الموافقة. بتوا كوا ايه، بتقولي ايه؟ مي tu ne vas pas mettre ça، انت مش هتلبسي ده بور سورتير للخروج.
قال لها في ايه؟ قالت لها سيت غوترو كور، ده قصير جدا اتروسيري وضيق جدا. يبقى في نوع من انواع ان الام محافظه على بنتها. داكو مامون سي لا مود، الكلمه اللي احنا بنسمعها دايما يا ماما دي الموضه. قالت له معذره سيدي، معلش تعال. وي مدام، نعم مدام. قالت له فوز افي ان تايتو وا سيل فو بلاي، عندك مقاس ثلاثة يبقى اكيد ده مقاس اتنين، صغير شوية. اتون اتون يعني انتظري، اون بو نيغوسيير ان تاي، ممكن نتناقش نتفاوض على المقاس ده، ممكن نقول مع بعض يعني. قالت لها اون فافوار، هنشوف بس طنشيطة. تيسي دابور ساتاي، هتقيسي الأول المقاس ده. داكور، شايفين كلمة داكور؟ تعرف الأم بقى ما ها هتقيسي ولا؟ فقالت لها ماشي تمام يا ماما، اوكي ماما. طيب لو فوندير مي اون تيشيرت فير، يعني او بلو، طبعا بلو ازرق. البيع بيرتدي تيشيرت ايه ازرق، طبعا في الصورة قدامكم ها اهو الصورة هي عشان تبقوا واخدين بالكم، فهو ازرق حلو. ساغا شيرش يعني سارة بتبحث عن تيشيرت، ان تيشيرت. بوغ لا مير بالنسبه للام، لو تيشيرت ايه التيشيرت بيكون سيغي ضيق طبعا. لا مير شيرش بتبحث على المقاس 3 لا تايتو و دو تيشيرت، يعني المقاس 3 من التيشيرت. نبدا هنا بقى في الدرس الاولاني. ليسون 1 ديموندي اي دوني سون اوبينيون سور دو فيتمون، يعني السؤال واعطاء الراي عن الملابس، وده درس مهم جدا هيقابلك تاني في سنه ثالثه في الدرس الثالث في الوحده الاولى باذن الله، فاستعد ليه كويس عشان تبقى انت عارفه. وتعالوا نقرا الكلمه. موديل ستيل اوردر ديزوردر ماجازان افي فوندي مانيكا، خلي بالك اني مانيكا عارض ازياء ملهاش مؤنث. كليون ديفيلي ماجازين فيتمون بري موتيف موتيف كارو بوا، خلي بالك كارو بوا جمع مذكر اهو عشان هنحتاجوهم مع بعض قدام شويه. اوبونيون مارك، شايف بقى كلمه مارك هي دي بقى الكلمة اللي خد بالك منها قوي، لأنها هي موجودة في الـ في في كلمات الافتتاحية في الكلمات اللي احنا قرناها وحطيتها في المذكر، فدي كانت غلطة عندك في كلمة مار. أرموار فيترين ماتيير تيني ساكوش. كولير مانش بوانتير بيردو ان بيردو، تبقى واخد بالك ان دايما الكلمه اللي بعدها تيجي جامع وهو طبعا بتعادل المؤنث. انتي دورايور دي باسكيت. طيب عندنا الملابس بقى، لو نون دي فيتمون يعني اسماء الملابس هنتعرف عليها. كوستيم تايور مانتو سور فيتمون سويتا كابوش بنطلون شيميزيي بيجاما مايون تيشيرت بلوفر بول جين جيلي جيلي انوراك بلوزون سويت شيميز روب جيب كرافات مايو دو بان با شوسيت ليغانز ليغانز. بروبوزي انديكي شانجي بورتي متر بونسي ديكرير ابريسي اكسبريمي رانجي اسيي تروفي كورير بونسي سابيي باي. طبعا عندنا الصفات كلمه لون كور سيري لارج نيل إليغان بو ديمودي جولي لوكي أوريبل موش إني أوريجينال فونسي كلير. بعض التعبيرات بقى عندنا زي كلمة أبوا
accaro, arrayeur, accapouche, amanche, sont, allaient bien, à mon avis. هنتعرف عندنا هنا عن أسماء الملابس زي كلمة كوستيم، بانطالون، تيشيرت، جيلي، تايور، شيميزيير، بلوفر، أنوراك، مانتو، بيجاما، جان، بلوزون. عندنا كمان كلمة سير فيتمون، مايو، مايو دو بان، سويت، سويت كابوش، كارافات، شيميز، روب، جيب، ليجنز، وشوسيت، وبا. طبعا تاخد بالك ان كلمة با اللي هو الشراب الطويل دول كلمة مذكر. طبعا هنا تمرين بسيط وهتقدروا تحلوه بسرعة عندنا، يعني الكلمات الموجودة كلها من اللي احنا خدناها. عندنا بس كلمة فيست دي مؤنث، يمكن دي الكلمة الجديدة شوية او اللي يعني ما شفناهاش كتير قوي، كلمة فيست اللي هي جاكيت بدلة عندنا، ودي مؤنث عندنا. الباقي كلها كلمات بسيطة هنطلعها من الكلمات اللي خدناها. طبعا عشان انا بتكلم عن الملابس لابد اتكلم عن الكولير، الالوان، واكون حافظها. بلو، فير، نوار، جري، جون، روج، اورانج، روز، بلون، وعندنا كلمه فيولي. طبعا ما تنساش زي انس، نوار بزود لها او، جون ثابتة زي ما هي، هي روج طبعا وأورانج والحاجات دي، بلون بلونش، فيولي فيولات، مارون طبعا ما بتتغيرش. ما تنساش إن صفات الألوان المركبة من كلمتين ما بتتغيرش. جولي بورت إن روب بلو غري، يعني جولي بترتدي فستان أزرق غامق يعني. صفات الألوان إذا تم تحديدها بدرجة ما بتتغيرش، خاصة لما أجيب بعدها كلمة كلير فاتح، فونسي غامق، مارين يعني كحلي، سيال سماوي، يبقى في الحالة دي فهي مفرد دائما. جمع صفات الألوان بتجمع بأس، كل صفات الألوان بتجمع بأس اهي اللي عندنا، ما عدا المنتهي بإكس طبعا أو أس بتستنى زي ما هي. الصفات بتجمع بأس زي نوار، نوار، أما اللي آخره أس أو إكس زي كلمة رو مثلا فالكلمات دي بتستنى زي ما هي، جري جري، مارو، أورانج، ما بيتغيروش أبدا. ما تنساش بقى إذا كان الشيء الموصوف من مزيد من الألوان لونين أو أكثر فإن صفات الألوان لا تجمع أو تؤنث. خلاص طالما الحاجة فيها أكثر من لونين فهي دايما مفرد إيه؟ مذكر، مفرد إيه؟ مذكر. خلاص قاعدة بقى بقت عندنا على طول، ثابت أنا في القاعدة دي ما بغيرهاش. طيب صفات الالوان لو تم تحديدها برضو في الجمع هي ست، زي لو جه بعدها كلير، لو جه بعدها فونسي، لو جه بعدها مارين، لو جه بعدها سيال. صفات الالوان واحنا خدنا ده في الترم الاولاني ان صفات الالوان لو صبغت بحرف الجر اون ففي الحاله دي دايما تبقى بالمذكر. ما تنسوش طبعا بعد سي دايما الصفه مفرد مذكر، والالوان صفات فبعد سي دايما الصفه مفرد مذكر. داكور، تعال نحل كده ونشوف تمريننا بيقول ايه. ها طبعا انا بديهيا كده ما بلاقي مارو اورانج بختارهم على طول طالما هما بعد الاسم. طيب هنا سيتام بلوز في مارو اخترتها، ساره اشيت دو جيب مارين، خلي بالك ان في صفه لون كحلي جت بعدها يبقى تختار المذكر على طول. لي زي شارب سون، يعني الاشاربات بتكون فيوليت لان اشارب جمع مؤنث هي شارب. جان ان بال، كلمة بال طبعا زي ما انتم عارفين مؤنث، فما عنديش مؤنث بس عندي صفة مركبة فاختارها على طول. ان الصفات المركبة لا تتغير، ني شانج با، انفاريابل زي ما بنقوله على طول. اون فيغ في الشتاء، لي مونتاني سون، الجبال بتكون بلونش لان يعني الجبال جمع مؤنث. لكن لما نقول اون فيغ لي مونتاني سون اون يبقى بعد اون اي الصفة مذكر يبقى بلون. مون فرير ا ديز انوراك، يعني اخويا عنده انوراك، طبعا دي كلمه ايه؟ جمع مذكر، فجمع مذكر هدور على جمع مذكر مش هلاقي، بس في صفه مركبه اختارها. سي ماجازان، هذا المحل يبيع تيشرتات، تيشرت طبعا جمع مذكر فهنختار فير. مونا اشيت ان كوستيم، مونا اشترت بدله او بتشتري بدله، طبعا كوستيم مذكر فهنختار نوار، بدله سمراء لاخوه. جاشيت دي شوسيت، شوسيت طبعا هختار اورانج لان قلنا ملاقي اورانج او مارو او سوبر بختارهم على طول.
ساغا آ دو باليرين، باليرين طبعا يعني حذاء بتاع البالي، فطبعا هختار بلونش. ستين ساكوش، ساكوش طبعا ساكوش دي كلمة مؤنث أهي مسبوقة بإن، فهنختار على طول بلوسيال، بلوسيال. سيتان بانتالون، إنه بانتالون، طبعا هنختار سيتان بانتالون مذكر، فهنختار جون دي الوحيدة المذكرة اللي عندنا. ليزونفون الأطفال، أون دي بيسيكلات، كلمة بيسيكلات يعني دراجات، طبعا هتختار صفة مركبة لان انا عايز طبعا جمع، ما فيش جمع قدامي فاختار صفه مركبه. في جمع هنا بس جمع مذكر، بسيكلات مؤنث. سو ماجازان، هذا المحل يبيع بنطلونات ماغين، في صفه لون بعدها او في درجه من درجات الالوان، فاختار كلمه بلو على ان صفه لا تتغير. يبقى صفات الالوان ايه؟ ما بتتغيرش لو كانت مركبه او مدعومه بدرجه من درجات اللون. جولي بورت دو ليجانز، طبعا كلمة ليجانز يعني ستريتش أو بنطلون ضيق شوية، فده جمع مؤنث هنختار نوار. ماسير مي إن بلوز كلير، يعني أختي بترتدي بلوزة وبعدين كلير فاتح، فاتح درجة من درجات الألوان، يبقى أخد المذكر دايما. ماسير شيت دو شيميزيير، طبعا تعرفين كلمة شيميزيير دي جمع مذكر، ولكن ده فستان بيكون قميص طويل شوية أو قميص حريمي، يبقى هناخد نوار اللي هي جمع المذكر. جي شونج سي بونتالون كونتر دي زوتر سيال، سيال كلمة يعني أنا غيرت البنطلونات دي بأخرى، ها أزرق سماوي، هنختار طبعا ازرق سماوي بعدها درجه من درجات الالوان، فهنختار الايه المذكر على طول. جي ادور لي كولير فونسي، انا بعشق الالوان الغامقه، طبعا فونسي هنا صفه لكلمه كولير فاخترتها مؤنث لان كولير جمع مؤنث هنا. لي ماتيير المواد الخام، وخد بالك كويس قوي تستخدم حروف الجر او حرف الجر اون قبل المواد الخام دايما اللي انا هصنع منها، واحيانا بستخدم حرف الجر الدول، لكن احنا علينا اون هو اللي بستخدمه بقوه. ان كوتون، ان كوير من الجلد، ان توال، ان لان، ان سوا، ان فيلور من القطيفه طبعا. البورت ان روب ان كوتون، يعني هي بترتدي فستان من الايه؟ من القطن، فهنا اون معناها من تساوي دو. لي موتيف الستيل، النقوشات والتصميمات والاورينمون اللي هي الحله. ابوا، ما تنساش ان كلمه بوا جمع مذكر ولكن تصبغ بقى. اكارو جمع مذكر وتصبغ بقى. الا سي جمع مذكر، لكن امونش واراير وافلير كلها بتصبغ بقى، بس الثلاثه الاخرى دول مؤنث. انتبه، صفات الالوان بعد كلمه بوا وكارو ولا سي مذكر وجمع، يبقى دول دايما بيجي بعدهم صفات جمع مذكر. سارا بورتين روبا بوا نوار، لي شوسير سونت على سي لونج، يعني ساره بترتدي فستان منقط اسمر، بنقط سمراء يعني. الحذاء بيكون برباط طويل. طيب هلاحظ عندنا ان صفات الالوان تاتي جمع مؤنث لو جت بعد كلمه فلور مشجر او بورد، يعني اريور، واحنا قلنا اريور يعني مقلم. امونش، امونش يعني باكمام، دايما الصفات اللي هتيجي بعدهم تبقى جمع مؤنث. ما تنساش للتعبير عن الرأي تجاه الملابس لو جت سي خد بعدها الصفة مفرد مذكر على طول، ودي قاعدة خدناها قبل كده كتير قوي. لا غوب مؤنث أو سي جولي، إنه جميل. لجيب جمع مؤنث سي دي مودي، بعد سي الصفة مفرد إيه؟ مذكر. تعالوا بقى نقولوا سارة بورتين جيب مادة خام، يبقى أن كوتون. للا أشيد دو بلوز أون سوا، المادة الخام دايما تاخد أون لأن ده الحرير طبعا. فيكتوار بورت ان روب ا فلور، مشجر يعني. ها فينسون اشيت ان بلوف، بلوف ابوا اللي هو منقط. مونا بورت ان بلوزون ا مانش، كلمه مانش بيجي بعدها جمع مؤنث يبقى لونج طويل. جوليا بورت ان انوراك ا بيتي بوا، نقط صغيره طبعا دي جمع مذكر. دانيال اشيت ان شيميز ارايور نوار، جمع مؤنث طبعا. كلمه رايور احنا قلنا انها مقلم. سو ماجازان، هذا المحل، فون دو بلوز اون سوا، اون سوا شايفين اون سوا يعني من الحرير. سيتين روب افلور، انه
فستان بزهور أو مشجر يعني فيوليت جمع مؤنث. ستان سويت شيرت أكابوش، دايما كلمة كابوش اللي هي زنط أو طربوش يعني زي احنا بنقولوها كده، بتاخد حرف الجر عندنا. ماريون شوازي ان روب ابوا، هناخد نوار جمع مذكر، ها نوار جمع مذكر. علي بورت ان شيميزا مونش كورت جمع مؤنث، لان اكمام جمع مؤنث، اكمام قصيره يعني بنص كم. امي امي مونش بتعادل كلمه مونش كورت. سي سون دي شيميزيير ا فلور، يعني نو اون سون بمشجر، مشجر في ورد صغير كده كولوري ملونة جمع مؤنث هنا. سيتان سيغ فيتمون ده ترينج من القطن، يبقى اون المادة الخام دايما تاخد اون. كلمة لاسي برباط يبقى تاخد جي بورت ان بانتالون اون جين، جينز اللي هي المادة الخام جينز تاخد اون. جي بورت ان بول اغيور بلو مارين، طبعا احنا عارفين ان الصفة هنا بقت مركبة، فمركبة خلاص مع الناس بقى تفضل مذكر. لا روب اتري، الفستان بيكون تري جولي. لا روب ستري جولي، بعد سي صفة مفرد ايه مذكر. لي بلوز سان تنسوا، يعني البلوزات من الحرير، سي جولي بعد سي صفة مفرد مذكر. هناخد حاجة خدناها قبل كده وعارفينها كويس قوي، اللي هي les adjectives démonstratifs، صفات الإشارة. وصفات الإشارة هنا سو بتأتي بعدها اسم مفرد مذكر بس يكون مبدوء بحرف ساكن، عشان ما نخلطش ما بينها وما بين سي اللي هي بتاعت فيرب اتر اللي احنا هنقولها دلوقتي. اما ستة بيجي اللي هي بتي واحدة، بتيجي مع المذكر بس المبدوء بحرف متحرك، مذكر مبدوء بحرف متحرك، ساتا نوراكا او ساتي فير شتاء. طيب سات بقى اللي هي باتنين ت في الاخر دي بتاتي امام اسم مؤنث، سات غوب ساتي شارب وهكذا. سي بقى للجمع بنوعيه، سي بول البلوفرات، سي روب الفساتين الى اخره. انتبه ان سي مش هتبقى صفه اشاره بقى، ده هتبقى ضمير اشاره هيجي بعدها فيرب اتر، وسي ثابته، سو ابوستر بعدها او اس تي، سو بعدها سي سون، دي بيجي بعدها اسم مفرد ودي بيجي بعدها اسم ايه جمع عندنا. يبقى الاولى بيجي بعدها مفرد مذكر او مؤنث، الثانيه بيجي بعدها جمع، سي وسي سون، سي سي سون. لاحظ معايا التمرين ده كده بسرعه، طبعا بول هنا جمع فهتبقى سي، هنا فيست معناها جاكيت دي مؤنث، اما مايو ده مذكر هياخد سو، فيتمو طبعا هتاخد سي مذكر، هنا شوست جمع مؤنث، بلوز مؤنث، دي جمع مؤنث طبعا هتاخد سي، سو مجازين، مجازين مجله ده طبعا مذكر، انوراك مذكر بس مبدوء بحرف متحرك، بول بلوفر طبعا مذكر، لوك مذكر، بيجاما مذكر، وعندنا كلمه سنتير مؤنث حزام، اما كلمه موديل دي جمع، ساتيني يعني زي دي مؤنث، موديل طبعا احنا عارفين ان هي مذكر، سات شيميز هذا القميص، سي ستيل، ستيل يعني الستايل، سات غوب الفستان طبعا مؤنث، سي فولار يعني الوشاح، ودي كلمه مذكر. ركز معايا قوي في ديموندي اني بونيون سيغ ان فيتمون، عندنا للسؤال عن الراي هستخدم واحده من الاساليب دي، كال اي تون افي سيغ، او كيل اي تون بوان دو في سيغ، يعني بوان دو في وجهه نظر، افي يعني راي، اوبونيون يعني راي، بس هتاخد بالك ان كالي تون افي كلهم بياخدوا سير بعدهم طبعا، بس في اتنين منهم مذكر اللي هم افي وبوان دو في، وكلمه اوبونيون مؤنث، يبقى كالي تون افي سير، ما رايك عن كالي تون بوان دو في سير. طبعا كلي تون اوبونيون، وهتلاحظ ان كلمه اوبونيون مؤنث بس مسبوقه بتون، على اساس طبعا ان هي مبدوءه بحرف متحرك، فاستبدلنا طاب ايه بتون لان ده مؤنث مبدوء بحرف ايه متحرك. مش هنسى طبعا استخدام حرف الجر سير بعد افي وبوان دو في واوبونيون. في ممكن استخدم فيرب تروفير، وبيجي دايما مع كومون، كومون تروف تي، كيف تجد هذا البلوفر، او كومون تروفيفو سي موديل، كيف تجد حضرتك هذا الموديل. او استخدم فيرب بونسي، وفيرب بونسي بيجي مع كاسك او كو، كاسك او كو، ممكن كو لو اتاخرت عندنا في الجمله، اقول كاسك تي بونس دو، دايما بياخد دو بعده. ها كو بونسي فو دو ساتروب،
بستخدم دو مع فيرب بونسي، وممكن اقول الحاجه في الاول واقول كاسكتي اون بونس، بعوض على حاجه اسمها اون، وده ضمير من ضمائر المفعول، بعوض عنها. بحفظ انا الاصطلاحات دي لحد ما هنشرح اسبابها بعد كده، بس يمكن هتبان اكتر في سنه ثالثه. سات غوب، هذا الفستان، كاسكوتيون بونس، ما اعتقادك فيه او ما رايك فيه. يبقى بونسي بيجي بعدها دو وقبلها ايه؟ اون. هنا بقى دوني ان بونيون، انا سالت عن راي حد بقى، رايي سواء بالابريسياسيون بالاستحسان او دي دي بريسياسيون اللي هو الاستياء، دي بريسياسيون يعني الاستياء، ان انا مش حابب الحاجه دي. جام بيكو، جادور، سا تي فا بيان، سي سوبر، سي سامبا، سيت اوريجينال، سي جونيال، سي جولي، كلها كلمات رائعه وحاجه جميله، فده بيعتبر نوع من انواع الداكور او الاعجاب او الابريسياسيون. طيب الدي بريسياسيون اللي هو الاستياء، هستخدم بقى جو نيم با، جو ديتست، بوف، سا نو تو فا با، سي نيل، سي موش، سي دي مودي، سي اوريبال. للتعبير عن الراي بستخدم طبعا سي، وبياتي بعدها الصفه مذكر. اقول لو بلوف ها سي جولي، لا جيب سي دي مودي، لي بانتالون سي اوريجينال، لي روب سي نيل. داكور. يستخدم فيرب الي مع الملابس بمعنى يليق، دايما الي لما يجي قبله غير عاقل بيبقى بمعنى يليق. اما اقول ليليجانز تي فون بيان، يعني الاسترتش بيناسبك جدا، او سا ني مي فابا، هذا لا يناسبني. ما تنساش ان انا بستخدم الظروف تري وبوكو. تري طبعا بيجي بعدها دايما صفه، اما اقول صفه او ظرف، لي بول اي تري موش، يعني البلوفر سيء جدا، ايل سابي تري بيان، هو بيرتدي بطريقه جيده. خلي بالك ان فيرب سابيه يعني ارتدي دايما يجي بعده ظرف، ما يجيش بعده لبس، وطبعا هيبان اكتر معانا. كلمه بوكو، بوكو يعني كثيرا، بيجي بعد الفعل، ودايما بيجي مع افعال الاعجاب. اما اقول جيم بوكو سو بول، يعني احبه كثيرا هذا البلوف، او الى دمير، هو يعجب كثيرا بهذا الموديل. ما تنساش بقى لو بوكو جاء بعدها دو، يبقى لابد يكون في بعدها اسم قابل للعد او التجزئه. بوكو دو اسم قابل للعد او الايه او التجزئه. تعال ناخد التمرين البسيط ده. الفيتمو ده جميل جدا، يبقى ده استحسان طبعا. انا معجب، ده استحسان. أجد إنه بشع، يبقى ده استياء. الجيب إني، الجيب السادة، ده أوريجينال رائعة، يبقى ده استحسان. التيشيرت نيل سيء، يبقى ده استياء. لا تناسبني، يبقى ده استياء. الجملة اللي بعدها رقم 7، أحب كثيرا هذا الموديل، يبقى ده استحسان. أنا هغير الموديل ده قصير، يبقى ده استياء. يبقى إحنا اتعلمنا كلمة أبريسياسيون، appreciation، appreciation اللي هو الاستحسان، وديبريسياسيون، ديبريسياسيون اللي هو الاستياء، الاستياء. في التمرين طبعا عشان كلمة علي دفع، خد بكو اللي بعدها صفة، خد تري صفة، كور قصير، خد تري. جاء في آخر الجملة خدنا بكو، في آخر الجملة خدنا بكو. صفة اللي هي دي مودي، يعني موضة قديمة، خدنا تري. جاء بعد الفعل وما فيش بعده صفة ولا ظرف، خد بكو. هنا تري شيك طبعا، هنا كلمة بكو عشان جاء بعدها اسم، هنا جه ظرف خدنا تري، هنا طبعا جه صفة خدنا تري، جه ظرف خدنا تري. فيت يعني سريع، إليجان صفة خدنا تري، أما كلمة بياس ظرف خدنا تري، وأخيرا كلمة بكو على أساس إن جاء بعدها اسم، ثم كلمة مش دي صفة فخدنا بعدها أي تري. يبقى صفة أو ظرف خد تري، جت في آخر الجملة خد بكو، جاء طبعا عندنا بعدها اسم، يبقى خد بكو في بكو تري. أما بكو دو دايما يجي بعدها اسم قابل للعد أو التجزئة. تعالوا نحلوا التمرين اللي عندنا ده، بيقول إيه؟ Supposons A. Supposons A. طبعا اوريجينال دي صفه، يبقى هناخد تري. جت في اخر الجمله خد بكو. كاسكو فو بونسي دو، طبعا بعد بونسي خد دو. افي بتاخد سير بعده،
خلاص بقى معلومات سهلة بالنسبة لي وأنا حافظها بقى وفاهمها. ساتيني كاسكي تي بونس، قبل بونس خد أون، بعد بونس خد دو. أوبونيون مؤنث يبقى خد لها كال. فيتمون تري جولي، جولي طبعا جمع مذكر عشان أنا بصف هنا كلمة فيتمون اللي هي ملابس ودي جمع مذكر. سا مي فا، لأن سا ده هي تعادل الضمير اللي بالظبط. لي شوسير الأحذية الرياضية بتكون سيئة، لأن الأحذية هنا جمع مؤنث، بتكون سيئة جمع مؤنث. اللي بعدها لي شوسير دي سبور، بعد سي صفة مذكر مفرد أهي. بونسي دايما تاخد معاها كاسك. طيب تروف دايما تاخد معاها كومون للسؤال عن الرأي. أوبونيون دايما ياخد معاه، لا ده هنا أفي دايما ياخد كل المذكر. يبقى ها معلومة في معلومة بكررها بلاقي نفسي بدأت ان انا استوعبها كويس. طبعا انتوا عارفين ان كومون بتسأل عن اكتر من حاجة، خدناها بتسأل عن الصفة، خدناها بتسأل مع عن الاسم مع فيرب سابلي، خلاها بتسأل عن الحال مع فيرب الي او فيرب سي سونتي. فهنا هناخدها مع فيرب تروفي بتسأل عن الرأي. لبول اي اوريجينال كومون تي تروف لبول. اون كوا بتسأل عن المادة الخام، ودايما بيبقى المادة الخام مصبوغة بحرف الجر اون، يبقى اون كوا اي لا روب، لا روب اي تان سوا. طيب ممكن اسأل بأون كالماتير او دو كالماتير، يعني هيقابلكم اكتر من نوع من الاسئلة فهنستوعبه مع بعض. كال طبعا احنا عارفين ان هي معناها ما او اي، وبتسأل عن اكتر من حاجة وعن التمييز عن النوعية، ولها اربع اشكال: المذكر المؤنث، جمع المذكر، وجمع الايه المؤنث. تعالوا بسرعة كده نحل التمرين اللي فاضل عندنا في الجزء الاولاني او في الفيديو بتاعنا ده. طبعا هنا انكو تو مادة خام، يبقى انكو ماتير مؤنث، يبقى خد انكل ماتير او دو كال ماتير او كليلا ماتير. مع بونسي دايما اتفقنا اللي باخد كاسك، مع بونسي هناخد كوا، لان دايما بناخد كاسك مع ايه؟ مع بونسي. طب لو اتأخرت كاسك او كو بتحول الى كوا. طيب تروف دايما تاخد كومون، كومون تي تروف، تروف تاخد كومون. بعدها كلمة تاي مقاس، احنا عارفين ان دايما كلمة تاي مؤنث، يبقى كال تاي فيد فو. موديل طبعا جمع مذكر هتاخد كال. عندنا انوغاك مذكر ومفرد هناخد كال. ليجنز جمع مؤنث ناخد كال. اخيرا عندنا اليتا فلور، يبقى كومون، كيف يكون فستانك، فطبعا هو بزغور، يبقى بسأل عن الشكل العام بتاعه اللي هو قدامنا. اخيرا بقى الجزء ده لابد تقراه بعنايه، وكل الحاجات اللي احنا قرناها كلها موجوده هنا، اقراه بعنايه، كل الكلمات عندك بسيطه. اقرا الموضوع بتاعك في صفحه 61، وطريقه الايميل والاجابه عنها طبعا مهمه جدا. الموضوعين وصف اللبس عندنا مهم جدا، الموضوع ده تعود عليه، اتدرب عليه كويس، انت عارف ان عندك كتابه وكتابه في سنه ثالثه وعليك موضوع. تظهرونا في الفيديو الجاي باذن الله. أوروفوار، استودعكم الله.